البردقان مع الجزر رح تحتاجوا 2 كوب عصير جزر، 2 كوب عصير بردقان، علبة حليب مبخر من لونا، كوب ثلج، ربع كوب سكر شعبان. بدنا نعمل عصير أو سموذي البردقان مع الجزر. عندي بالبيت جزر اعصره بزبط، دائما الناس بتقولي انا بسلق الجزر بعدين بفرمه بالخلاط، ما في داعي، حطوا عليه البردقان مع الجزر الني زي ما هو واخلطوهم بعدين صفوهم، او بتقدروا تشتروا العصير الجاهز بس رح نضيف له اضافه يعطيه نكهه كثير مميزه. انا حطيت هون ثلج وبدي الحليب من لونا، خليني بس اخذه. يلا هيو. طيب كمان انا هون بدي اقول مرحبا لحمزه، اهلا وسهلا فيك، شو هالحلا، انت اللي عيونك حلوين. كمان بدي اقول لساره تبارك الرحمن شكرا كثير لك، بتقول شو هالسفره اللي بتجنن، وحسام كمان اربح 100 بسرعه 100. طيب بدي اخليه بطعمه سموذي، شو مستخدمه انا؟ الحليب المركز كامل الدسم من لونا، سعره معقول، طعمه لذيذ، بغنيكم انكم تحطوا اي اضافات ثانيه رح ناخذه، رح يكون طعمه كثير اطيب زي كانه حاطين معه ايس كريم. هاي الفكره من العصائر البارده اللي عم نعملها هلأ برمضان. امتياز كاساتنا الجديدة اليوم من وين رحت جبتيهم؟ والله من الغانم. من الغانم، ما شايفتك ما شاء الله كل يوم بتروح بتجيبيلك تشكيلة طقم كاسات جديدة. بحب شو ملحين عليكي ديكوريشن ون كمان، احنا يعني ما شاء الله لصحون ويعني هون وهون. شايفة يا تمارا؟ المهم شايفة. حطينا الحليب من لونا وحطينا الجزر وحطينا عصير البردقان، رح نخلطهم والله عشان خايفة يقلوا، ما بدي اياهم يقلوا الكاسات اليوم. يعني احسب لك اياهم مثلا هلا بتحبي بالشبر؟ ما انت ما بتقبلي. واحد اثنين ثلاثة بعد العصر رح تذبحوا الليرة الذهب، خلص مني وعلي. يلا. كاسات يكونوا مليانين زي ما ما بتقدر، بس الفكرة حبيتها صراحة، لأنه أنا عندي بالبيت ما بحبوا كثير الجزر، بس طيب هيك بتدخلي لهم إياه بطريقة كثير سهلة بسيطة لذيذة وطيبة. لا بغشهم بأريحية وضميري مرتاح.